السلام عليكم. قررت الدولة الجزائرية بإنشاء مركب لإنتاج الحديد والصب في ولاية بشار في منطقة تميات بحوالي 30 كيلومتر على مدينة بشار. إذن وسوف يختص هذا المركب في إنتاج السكك الحديدية وكذلك لبروفيلي يعني الهياكل المعدنية الضخمة وذلك لتعزيز القدرات الوطنية في إنشاء المركبات المعدنية الكبيرة جدا ذات الحجم الكبير، وهذا تحسبا للمنشآت التي سوف تنتج على مستوى المنطقة نتاع غار جبيلات، وكذلك تحسبا للخط تاع السكك الحديدية اللي سوف ينشأ ما بين بشار وتندوف. إذن تقرر إنشاء هذا المركب الحديد والصلب الكبير في ولاية إذن بشار بالقرب من مدينة بشار يعني، وسوف ينشأ على مساحة نتاع 1000 هكتار اللي سوف يكون بالشراكة مع مجمع صيني اللي مخصص في الإنشاءات الكبرى. وكذلك هذا المجمع سوف يشغل حوالي 1000 عامل بصفة مباشرة، والمساحة يعني المخصصة لهذا المركب هي كما قلنا 1000 هكتار، وهي قابلة للتوسيع لتصل إلى 3000 هكتار. وكذلك للعلم أنه هذا المشروع هذا سوف ينطلق قبل نهاية السنة هذه تاع 2023، وسوف يمتد لغضون 3 سنوات يعني سوف تنتهي الأشغال به في حوالي 2026 يعني 36 شهر. وهذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة بحيث أنه قريب من الطريق الوطني رقم 6، وكذلك طريق قريب لخطوط الضغط العالي لين دو تونسيون الموجودة، خط تاع الضغط العالي نتاع وهران بشار والقريب من موقع المشروع هذا، وكذلك القرب من المركب نتاع جيكا لإنتاج الإسمنت. وللعلم أنه المنجم تاع غار جبيلات على حسب تصريحات مع المسؤولين تاع المشروع فهو يعني الهدف نتاعو هو إنتاج ما لا يقل عن 2 ملايين طن من المنجم تاع يعني المواد المنجمية الخام، يعني 2 مليون طن سنويا فيما إلى حدود 2026، فيما ستصل هذه الكمية إلى حوالي 50 مليون طن بحلول سنة 2040. وكذلك للعلم أنه هذا المنجم تاع غار جبيلات يعتبر ثالث أكبر منجم للحديد يعني احتياط للحديد في العالم. إذن هنيئا لولاية بشار بهذا المشروع الهام نتاع إنتاج السكك الحديدية، وكذلك إنتاج لبروفيلي ميتاليك يعني الهياكل المعدنية اللي تدخل في إطار الإنشاءات الكبرى، إنشاءات الحديدية الكبرى. إذن وهذا يعني لتعزيز المنطقة الصناعية التي سوف تستحدث في هذه المنطقة تحسبا لاستغلال الحديد، وكذلك لتطوير الخطوط باتجاه الشمال الغربي للمركب الحديد الجديد الذي سوف ينشأ على مستوى مدينة وهران. إذن سوف يعني المركب الذي يعني سوف يستغل بالشراكة مع الصين لإنتاج الحديد، إذن بموازاة مع مركب توسيالي الموجود في منطقة أرزيو. نكتفي بهذا القدر،
وسوف نتابع هذا المشروع الهام خطوة بخطوة. ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.